فضيلة الشيخ عطية صقر، هل لنا أن نعرف أحسن الأدعية التي وردت لنقولها في الصلاة؟ الصلاة التي نصليها فيها إلى جانب الأفعال كالركوع والسجود فيها أقوال كقراءة الفاتحة والتشهد والتسبيح والتكبير والدعاء، فهناك علاقة وثيقة بين الدعاء والصلاة، لأنها مناجاة لله مع حركات تشهد بالإخلاص في هذه المناجاة. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بما فيها من أقوال وأفعال، بينها بفعله وبقوله، وكتب السنة مملوءة بما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في كل ركن من أركان الصلاة. وفي السجود بالذات حث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء، وقال في سبب ذلك كما رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. لكن هناك دعاء في غير السجود، منه دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وصح منه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وفي الركوع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. وفي الاعتدال من الركوع دعاء هو قنوت الصبح وقنوت الوتر. وفي الجلوس بين السجدتين كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، كما رواه البيهقي. وفي التشهد الأخير ثبت أنه كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، رواه البخاري ومسلم. وهناك أدعية أخرى جمعها كتاب الأذكار للنووي. فالصلاة من أولها إلى آخرها محل للدعاء، وأولى بالدعاء المواطن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وقد ثبت أنه في صلاة طويلة كان يقرأ القرآن، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ومع ذلك لو دعا الله في أي مكان فصلاته لا تبطل. غير أني أنبه إلى أن بعض الفقهاء قال إن الصلاة تبطل لو دعا الإنسان بما يشبه كلام الناس، مثل: اللهم زوجني فلانة، فالأولى أن يكون بغير ذلك، سواء أكان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم غير مأثور، مع مراعاة الخشوع في الصلاة كلها، فهو أرجى لقبولها وقبول ما فيها من دعاء. والله أعلم.